السماء المضاءة بالنجوم تغريني بالكثير. اخترت نجمة أحببتها، حدثتها عن أمنياتي الصغيرة، وفي كل مساء ألتقيها تحدثني، تذكرني بأمنياتي التي كدت أنساها وأتخلى عنها. يوما ما ستحدثيني عن الأمنيات التي تحققت. يوما ما. أنا لست وحيدة، لدي مليارات من النجوم أستطيع النظر إليها والتحدث معها. هل نظرت يوما إلى النجوم وتذكرت أحدهم؟ لقد أخبرتني في يوم أنك قادم من تلك النجوم، ولكن هذا ليس عدلا. في كل مرة أنظر إلى السماء سأفكر بك. حاول أن تلتقط واحدة من هذه النجوم لي. لقد أمسكت بواحدة بالفعل، إنها تجلس أمامي. صديقي قادم من النجوم، قادم لينير عتمتي، قادم وجهه يتلألأ فرحا، قادم ليمسك بيدي ويجعل طريقي أكثر إشراقا. أيتها النجوم، يا ترى كيف نبدو من الأعلى؟ لا أعرف شيئا على وجه اليقين، ولكن رؤية النجوم تجعلني أحلم. لو كنت في كل مرة أفكر فيك ألمس نجما من نجوم السماء، لأصبحت السماء مهرجانا من النور. سيضع الله الكثير من النجوم لتضيء داخلك بعد انطفاء تلك النجمة الهزيلة. وصلنا لآخر فيديو، أتمنى يكون الفيديو أعجبكم. ما تنسوا لايك، شير، سبسكرايب، وحابة جدا أعرف إيش تطلعاتكم للفيديوهات الجاية. كونوا بخير يا أصدقاء، باي باي.